وجدت حديثا في نفس الكتاب عن علي كرم الله وجهه أن من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا، فهل هذا صحيح وما معنى هذا الحديث؟ هذا أنا لم أقف عليه، ولكن إن كان من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فليس بحديث، وإنما هو من باب الموقوف على الصحابي، ومعنى هذا الكلام صحيح أنه ربما يدخل النار وهو كان يقرأ القرآن في الدنيا، لأنه كان لا يعمل به ولا يتجنب ما نهى عنه القرآن ولا يفعل ما أمر به القرآن، ويكون القرآن حجة عليه. ورد أن القرآن خاصمه يوم القيامة بما ضيع من أوامره ونواهيه، فلا يزال يقرف عليه بالحجج حتى يقال له شأنك به، فيأخذه ويدفعه إلى النار. ويقول بعض السلف رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، قال وكيف ذلك؟ قال يقرأ فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وهو يكذب على لعنة الله على الظالمين وهو يظلم. الحاصل أن معنى هذا الكلام صحيح، أنه قد يدخل النار وإن كان يقرأ القرآن لأنه لا يعمل به بالدنيا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.